بيخلي طبخت الستات اكله وجوزي قال لي شكرا. ايوه هو دوت. ايه اللي بيخلي الستات في البيوت كتير من احيين بتكره اهمال البيت؟ نعم. ان هي عارفه ان هي هتعمل العمل ولكنه حصل ومش هيجي فيه تقدير. نعم. لكن لو هي هتعمل العمل وحاسه ان هيجي فيه تقدير ايه اللي هيحصل؟ يا سلام. ومش بس الزوج يا جماعه، الاولاد كمان عايزين نربي اولادنا من سن صغير كله. يقولوا شكرا. وهو دوت يعني الحديث بيقول ان فكره التعامل مع مساعد الخدمه او مساعد المنزل او المساعدين بصفه عامه، التعامل لابد ان يكون تعاملا انسانيا. نعم. اذا الثلاث نقاط اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي دول يدخلوا جوه العمل بالتنزيل.